الحلقة السابعة من الغرفة 207 بعنوان تجربة ليلية. أول حاجة صوت آلة كاتبة وصورة حوادث الفندق على حيطة وأغنية أم كلثوم شغالة وجمال نايم على الشط وواحد بيكتب على الآلة الكاتبة. جمال فاق ومستغرب هو ليه على الشط. دخل الأوتيل لقى البوليس مستنيه والإسعاف شايلة حد والناس كلها ملمومة. البوليس خده معاه وراح مينا وصار للقسم العسكري قال لهم التحقيق ابتدى والمتهم جوه مع الباشا. وجمال جوه بيقول للظابط مين اللي مات في الأوضة. الظابط قال له لما انت مش عارف هربت ليه؟ جمال قال له انا ما هربتش. الظابط قال له يعني طلعت تنام على الشط من نفسك؟ جمال قال له انا ما اعرفش ايه اللي وداني هناك. الظابط ورى له صوره الراجل اللي مات في الاوضه. جمال اتصدم وبدا يفتكر. لما الخواجه قال له استاذ حسن في مجله المصور عايز يقضي ليله في اوضه 207 سمع كلام عن الاوضه ومصمم يقعد فيها. جمال قال له انت موافق يا خواجه؟ حسن قال له لو موافقش انا هنشر الكلام اللي بيتقال عن الاوضه في المجله. جمال قال له حاضر هجيب مفتاح الاوضه واجي. حسن قال له ما تيجي معانا احنا طلبنا من الخواجه حد يكون معانا الليله في الاوضه وهو اختارك انت ده لو ما كانش عندك مانع يعني. وطلعوا الاوضه ومعاهم مصور وراجل تاني. شاف حسن صوره الاله الكاتبه بتاعته في البرواز اللي على الحيطه ووقف اتكلم مع جمال شويه. قال له تعرف ايه عن ريكاردو اللي انتحر هنا؟ المعلومات اللي عندي انك كنت اخر واحد شفته والغريب انه ما كانش نازل في اوضه 207 كان نازل في اوضه تانية ومش دي اول حاجه غريبه تحصل هنا في الاوضه. قبلها كان في صنايعيه بيتجددوا في الاوضه واللوستة بتاعهم كان اسمه رجب وانت اللي كنت واقف معاهم وما بيشتغلوا قبل ما اتنين منهم يتقتلوا. وجمال واقف قدامه مستغرب. كمل حسن وقال له دي مش اول مره صنايعيه يموتوا هنا، زمان كان في صنايعيه بيشتغلوا هنا واتقتل منهم كذا حد وساعتها اتقال ان اللي قتلهم واحد اسمه ادمو. وكمان موضوع محمد الصويغ العريس اللي كان شايل العروسه في الشنطه ومجدة خيري اللي ابنها تاه منها ولما نزلت تدور عليه غرقت. وقبل كل ده دكتورة شيرين وأول ما دخلت الأوضة انتحرت. ها أنا قلت كل حاجة عدت عليك ولا نسيت حاجة؟ فاق جمال على صوت الظابط قال له خلينا قاعدين لحد ما تبقى جاهز للكلام. وسارة وعم مينا بيتكلموا. سارة مشيت وقالت مش هسيب جمال لوحده. والخواجة مايكل دخل أوضة 207 شاف نفسه ومعاه شيرين في البرواز. لقاها وراه بتقول له عاوز تفهم إيه اللي حصل إمبارح؟ أنا ما عنديش مانع. قال لها عملك ايه جمال؟ قالت له لقيت الجواب اللي ابوك سابهولك دور عليه وقراه ده لو فعلا عايز تفهم. وخرج مايكل والبرواز اتغير للتحقيق اللي في الاسم. الظابط وهو بيقول لجمال بدأت تفكر ولا لسه؟ امبارح انت قضيت ليلة في الاوتيل والنهاردة الصبح لقوا رفعت مقتول في نفس الاوضة. جمال قال له بس انا ما كنتش لوحدي في الاوضة. الظابط قال له كان معاك الصحفي حسن فوزي واللي صور الصورة دي فوزي ياسين والاتنين محدش عارف هم راحوا فين لكن انت اللي موجود قدامي. وبيفتكر جمال لما حسن قال له جاهز تحضر معانا تجربة هنعملها هنا الليلة. اعرفك رمزي ياسين مصور المجلة وهو اللي هيصور كل حاجة هتحصل هنا النهاردة. ورفعت اشهر وسيط روحاني ومنوم مغناطيسي. جمال قال له نصاب يعني. واتكلموا شوية وقال له نتصور قبل التجربة. رفعت قال لهم انا من اول ما دخلت وحاسس ان في حد معانا هنا. حسن قال له طب تقدر تعرف لنا ايه الحاجة دي؟ رفعت قال له انا هحاول. محدش يتكلم ولا يتحرك من مكانه ومهما حصل ما تخافوش. وطلع قماشة بيضة حطها على وشه وقال في واحدة معانا في الأوضة بس مش قادر أشوفها. قام جمال سابهم وخرج البلكونة. حسن راح وراه. جمال قال له الراجل ده نصاب وانت عارف. حسن قال له جايز بس لو هيوصلني الحاجة لازم أجرب. أنا مش جاي هنا عشان شغلي في المجلة، أنا جاي هنا عشان أفهم. واللوحة اللي في الأوضة أول ما دخلت لقيت فيها نفس الآلة الكاتبة اللي عندي في البيت بس دلوقتي لقيتها اتغيرت وراحوا يشوفوها. حسن قال له في حاجه في الاوضه دي، حاجه يا اما انت عارفها كويس يا اما خايف تعرفها، بس انا مش همشي من هنا الا لما افهم كل حاجه. والظابط بيقول لجمال يعني حسن فوزي كان جاي يكتب عن الاوضه دي؟ طب وليه الاوضه دي بالتحديد؟ ايه اللي بيحصل في اوضه 207؟ وبلسه بيتكلموا الباب خبط ودخل المحامي. وساره بره بتقول لعم مينا خالد المحامي كان زميلي في الجامعه، رحت له وفهمته كل حاجه وقال انه هيتصرف. وقالت له لازم تمشي دلوقتي يا عم مينا عشان تطمن الناس في الاوتيل وانا ان شاء الله مش هرجع الا ومعايا جمال. ورجع مينا الاوتيل مصطفى بيساله. مينا ما بيردش. مصطفى قال له الخواجه عايزك. دخل مينا للخواجه لقى بيدور على حاجه. ساله بتدور على ايه؟ الخواجه ما ردش. وساله جمال عمل ايه؟ مينا قال له ساره جابت له محامي بس لسه ما حصلش حاجه. الخواجه قال له شوف حساب جمال وخلي حد يروح يبعت له فلوس، جمال مش هيكمل معانا في الاوتيل تاني. والمحامي بيقول انا مش شايف ان في تهمه موجهه لجمال، ممكن اعرف هو موجود دلوقتي بصفه ايه؟ الظابط قال له ده حضر جريمه قتل وكل ما اساله على حاجه يقول لي مش فاكر مش عارف. وجمال بيفتكر كلام حسن معاه لما قال له مش عارف استاذ رشدي اللي كان قبلك حصل له ايه؟
كان شغال هنا بقاله سنتين لحد ما في يوم قرر ينتحر. والغريب ان اليوم اللي هو قرر يموت نفسه فيه هو نفس اليوم اللي انت قررت تنزل فيه من دمنهور عشان تدور على شغل في مرسى مطروح. تحس انه كان بيفضلك مكانه. انت مش واخد بالك يا جمال انك الوحيد اللي دخل الاوضه كذا مره وما حصلوش حاجه؟ كل حد دخل الاوضه دي او اشتغل هنا دفع الثمن الا انت، زي رشدي وهدى، حتى الخواجه صاحب الاوتيل. جمال سالوا الخواجه مايكل، حسن قال له انت ما تعرفش اللي حصل لاخو الخواجه الصغير. الخواجه كان عنده اخ اصغر منه، والناس كلها شافوه وهو بيدخل الاوضه هنا ومحدش شافه وهو بيخرج منها. كان اسمه ماركو، ووراه له صورته. افتكر جمال لما شافه. حسن قال له الكلام ده حصل سنه 34. كل حاجه حصلت سنه 34. بعد ما اخو الخواجه اختفى حصلت حادثه هنا في الاوضه، وبعد كده كل حاجه حصلت في الاوضه كانت بسبب الحادثه دي. جمال قال له حادثه ايه؟ وقاطعهم رفعت قال مش هنجرب تاني ولا ايه؟ حسن قال له هنجرب تاني، وقال لجمال نكمل كلامنا بعدين. وراح قعدوا قدام رفعت وهو حاطط القماش على وشه وبيقول اتكلمي ما تخافيش. وبعدين لقوه بيتهز فجاه، سالوه انت كويس؟ ما ردش. وبعدين اترفع لفوق فجاه ولقوه وقع على الارض. الضابط بيقول لجمال بدات تفتكر ولا لسه؟ ورجع جمال يفتكر تاني. المصور بيقول لهم الباب راح فين والبلكونه فين والنور بيطفي وبايد لوحده. وسمعوا صوت شيرين بتقول ما كانش المفروض تيجي هنا يا حسن، ما كانش المفروض تكرر غلطه ابوك، بس انت اللي اخترت. والمحامي بيسال جمال ايه اللي انت فاكره عن ليله امبارح، قول اي حاجه. بس جمال ما بيردش. الضابط نده العسكري ياخد جمال على الحجز. وساره بتسال جمال عملت ايه، المحامي قال لها هنكمل بكره. والعسكري واخد جمال على الحجز وبيفتكر جمال اللي حصل في الاوضه، قال لهم احنا ما كانش المفروض ندخل هنا. حسن بيسال هو الصوت اللي احنا سمعناه من شويه كان صوت مين؟ جمال قال له معرفش، بس واضح انها تعرفك. هو ايه موضوع ابوك ده؟ حسن قال له موضوع ابويا هو اللي جابني هنا، كل اللي بيحصل في الاوضه دلوقتي عشان انا عايز افهم. وظهر البرواز ليه وهو صغير وابوه على سرير في المستشفى. قال له انا ابويا فوزي عبد الغني كان صحفي في مجله المصور، وعلمني ان الصحفي الشاطر هو اللي لازم يجري ورا الحقيقه حتى لو هيدفع الثمن. لحد ما جه يوم ودفع ثمن الحقيقه. ماركو اخو الخواجه ما كانش اول واحد يختفي في الاوضه دي، في ناس قبله كتير اختفت كلهم سنه 34، السنه اللي بدا فيها كل حاجه. والموضوع وقتها كان مسمع وقلب الدنيا، وابويا طبعا كان لازم يعرف الحقيقه، عشان كده جه هنا وطلب ينزل في الاوضه. ولما لقوه كان لسه عايش بس كان بيصرخ. نقلوه المستشفى وقدروا يهدوه ونام ودخل في غيبوبه فضل فيها سنين. انا كنت وقتها صغير بس كنت فاهم كل حاجه، كنت كل يوم بخرج من المدرسه اروح اقعد جنبه يمكن يفوق، لحد ما صحي من الغيبوبه بعد 12 سنه. وابويا اللي فاق في المستشفى غير الراجل اللي دخل هنا الاوتيل، بقى واحد تاني مش فاكر اي حاجه خالص، مش فاكر انه جه الاوتيل، مش فاكر انه صحفي، حتى مش فاكرني انا. كل اللي كان بيعمله انه ساكت طول اليوم، ولما بينام بيحلم بكوابيس. حاولت اساعده وديته لدكاتره كتير، اخرهم دكتوره قالت انها تقدر تساعده، دكتوره شيرين حسني. ولما حاولت معاه ما قدرش يستحمل اللي افتكره. وبعدها دكتوره شيرين غلطت نفس غلطته عشان تفهم وجات هنا، وانت عارف بقى الباقي. وظهرت شيرين بنفسه وشها محروق، قالت له جهز اللي هيحصل بعد كده يا حسن. والنور طفى وفاق جمال على صوت العسكري بينده عليه وخرج معاه. ساره لقت مينا ومديحه ومصطفى واقفين في المطبخ زعلانين، سالتهم مالكوا في ايه؟ ومايكل بيدور على الجواب. دخلت ساره قالت له يعني ايه جمال يسيب الاوتيل؟ مش مكفيك اللي احنا شفناه كلنا؟ وانت السبب في كل حاجه، جمال كتير قال لك اقفل الاوضه وانت مش عايز تسمح بكده. مايكل قال لها الموضوع ده مش بمزاجي، جمال مش هيكمل ولو عايزه تمشي معاه اتفضلي. قالت له انا مش همشي لوحدي، جمال هيمشي وعم مينا كمان هيمشي معانا. ودخل مصطفى ومديحه وباقي اللي شغالين في الاوتيل قالوا له جمال لو مشي كلنا هنمشي. والضابط بيقول للمحامي وجمال احنا طبعنا كل الصور اللي كانت على كاميرا رمزي. وسال جمال ممكن تفهمني ايه ده؟ جمال بص على الصور قال لهم الكهرباء قطعت علينا واحنا في الاوضه، ورمزي كان معاه الكاميرا وكان خايف وكان بيصور وخلاص، واحنا مش فاهمين هو بيعمل ايه. وافتكر جمال اللي كان بيحصل وشاف شيرين وهي حاطه ايديها على راس حسن، قال لها انت بتعملي ايه؟ قالت له انا الحقيقه اللي ابوك جه يدور عليها، ودلوقتي هوريك الحقيقه. وشاف حسن ابوه لما كان قاعد بيكتب على الاله الكاتبه وبيقول عزيزي الخواجه ادريان، انا اقتربت من اللي حصل في الغرفه 207 وحقيقه اللي حصل لابنك ماركو، انت عارف مين السبب في كل اللي حصل، وانت تعرف الحقيقه كلها، وانت عارف ان اللي هيظهر الحقيقه هيدفع كتير من الثمن، وعشان كده قررت اكتب الحقيقه حتى لو انا اول واحد هدفع الثمن. وعملت في حسن زي ابوه، قال انت السبب يا جمال، انت السبب في كل حاجه حصلت وكل اللي لسه هيحصل. وقالت له انت يا جمال مش عايز تعرف الحقيقه؟ وحطت ايديها على راسه وبعدين فاق
لقى نفسه على البحر. وفاق والظابط بيقوله بعد ما الكهرباء قطعت عليكوا ايه اللي حصل. دخل العسكري قال في واحد اسمه رمزي ياسين عايز يقابل حضرتك يا فندم. دخل رمزي قال انا عايز اعترف بكل حاجه، كل اللي حصل كان بالاتفاق ما بيننا انا وحسن ورفعت، اتفقنا نروح الاوتيل ونقعد في اوضه 207 ونقول انها مسكونه، ده اللي كنا المفروض نعمله. والمنديل اللي كان على وش رفعت فيه ماده بتطلع دخان، لكن المره دي الماده ولعت فيه ومعرفناش نعمل له حاجه. رفعت مات، حسينا ان في مشكله كبيره، اضطرنا نهرب. حسن جري وجمال طلع يجري وراه حد الشط، وهناك حسن ضربه على دماغه بطوبه فاغمى عليه، بعدها احنا الاتنين هربنا. هو ده اللي حصل. الضابط قال له لما هربت ايه اللي خلاك ترجع تقول الحقيقه دلوقتي؟ رمزي افتكر شيرين لما قالت له جمال لازم يرجع الاوتيل، وعشان ده يحصل لازم تعمل اللي هقولك عليه، يا اما الدور هيبقى عليك. وقال للضابط عشان اريح ضميري اللي حصل ده ما كانش المفروض يحصل، هي دي الحقيقه. وخرج جمال ومينا وساره بيسلموا عليه، وخرج رمزي يبص لجمال وجمال مستغرب ومشيوا. راحوا الاوتيل، زمايله بيرحبوا بيه، والخواجه مايكل قال له النهارده خد اجازه وبكره كمل شغل. جمال قال له متشكر بس في حاجه لقيتها وعايزه اديها لك، واداله صوره اخوه ماركو ومشي. وقاعد جمال بيتكلم مع ساره بيقول لها في حاجه شفتها في الاوضه. قالت له حاجه ايه؟ قال لها السبب في كل اللي بيحصل بس مش قادر افتكر ايه هي، عارف ان شفتها وعارف ان فهمت بس مش فاكرها. قالت له معلش اللي حصل لك مش شويه، جايز محتاج شويه وقت وتفتكر. قال لها وجايز اكون خايف من اللي هفتكره. وقعدوا اتكلموا مع بعض شويه، والظابط قاعد بيفكر وبيبص للصور، بدا يحطهم جنب بعض لقاهم بيتجمعوا. والخواجه مايكل لقى الجواب وقاعد بيقراه بصوت ابو ادريانو وبيقول له الخوف من الاوضه 207، بيقول له سامحني انا السبب في كل ده. والظابط جمع الصور، ظهرت صوره شيرين وحواليها نار، والاله الكاتبه بتكتب لوحدها جمال انت فين؟ انت سامعني؟ حد يرد عليا. جمال جمال. اتمنى لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.